أهلا بكم في قناتي توتي فودي. النهاردة هقدم معاكم حلويات سورية هي البلورية. البلورية بتتقدم بلونين، الفاتحة والغمقة. النهاردة هنعمل مع بعض الغمقة، وهي بتتكون من كنافة. فبمناسبة ان احنا نشتغل في الكنافة النهاردة، ومناسبة قرب حلول شهر رمضان، حابة اقول لكل صحابي وكل حبايبي وكل اهلي في مصر وفي العالم كله، كل سنة وانتم طيبين وبخير، وربنا يبلغكم رمضان بألف خير انتم وكل حبايبكم يا رب. وصفتنا النهاردة عبارة عن 300 جرام كنافة، كوباية ونص سوداني، هي المفروض بتعمل بالفستق الحلب الأخضر الجميل، بس طبعا حبيت أسهلها عليكم وجبت السوداني عشان هيبقى متوفر عند كل الناس، ونادرا ما هتلاقوا حد عاملها بالسوداني، هي المفروض بتعمل بالفستق. معلقتين سكر بودرة، معلقتين كبار مادة دهنية، زبدة، سمنة أو زيت اللي متوفر عندك، بس طبعا زبدة أو سمنة هيدي طعم أحلى، بس اللي متوفر عندك يعني لو حابة تعمليها مفيش مشكلة خالص، أي مادة دهنية. هنا هجيب الكنافة وقطعها بالمقص زي ما انتم شايفين، لان انا بستعمل كنافة مجمدة، ما عندناش هنا كنافة الفريش الطازة بتاعت مصر الطرية الناعمة، لأ دي كنافة خشنة فمحتاجة تتقطع بالمقص، مش بتتقطع بسهولة، بتتقطع بالمقص زي ما انتم شايفين. هقطعها قطع صغيرة جدا وهفردها من بعض، وهنا هبدأ أعمل الشربات بتاع الكنافة عشان أسيبه يبرد على ما أخلص الشغل بتاعي. هعمل نص كوباية مية، كوباية ونص سكر، وعصير ليمونة، وهخليهم يغلوا مع بعض ويتقل قوي، وهسيبه يبرد لحد ما الكنافة تجهز وأحطه عليها. هنا غلى ما كانش لسه تقل شوية، هسيبه يتقل شوية وبعد كده هسيبه يبرد. جيت أقشر السوداني، مش عايز يتقشر، فهحمصه وهستعمله على كده مفيش مشكلة، يعني أكسره زي ما هو. هنا فردت الكنافة وحطيت عليها معلقتين السكر البودرة، وجبت الصينية دهنتها كويس جدا بالزبدة. طبعا المفروض بيتحط زبدة اكتر من كده بكتير، هي الكنافة بتتحمص او بتتقلي في الزبدة، بس انا مش حابة اكتر علشان ما تبقاش تقيلة وصعبة واحنا بناكلها، يعني بدل ما ناكل حاجة نستمتع بيها وتبقى حلوة تبقى تقيلة قوي ومتعبة، فكده افضل. هحط طبقة كنافة رقيقة جدا، هغطي كل مسامات الصينية عشان لما احط المكسرات متبقاش باينة منها. هفردها كويس واحط عليها كيس، واحط عليها اي حاجة تقيلة، حلة او حلة مليانة مية. انا هنا حطيت حلة تقيلة حوالي 10 كيلو، الحلة دي تقيلة جدا، حطيت فيها سكر ورز وغطيتها بالغطا بتاعها عشان يبقى تقل اكتر. فلو انت عندك حلة فيها مية او سكر رز مكرونة اللي متوفر عندك. وهنا جبت حوالي ربع كوباية من العسل حطيتها على السوداني وقلبتهم كويس جدا، وكان عندي شوية لوز برضو متكسرين حطيتهم معاهم. وهنا فردت المكسرات على الصينية، فردتها كويس جدا، حطينا العسل عشان المكسرات تبقى ماسكة ما تقعش وتتفرول مننا واحنا بنقطع الكنافة بعد ما تستوي. هنا هنفرد عليها طبقة الكنافة التانية، يعني 300 جرام حطينا 150 في طبقة أولانية و150 طبقة تانية، فردناهم فرد كويس جدا، هنغطي كل المكسرات. نجاح الوصفة ديت أهم حاجة التقل اللي بيتحط عليها بعد كل خطوة، ممكن يقعد ساعتين ثلاثة أربعة، كل ما يقعد أطول كل ما تطلع متماسكة وجامدة أكتر وإحنا بنقطعها ما تتفتفتش مننا. هنا حطيت برضو عليها الحلة تتقل عليها حوالي ساعتين ثلاثة، وبعد ما شلتها دهنت الصينية بالزبدة، ما حبيتش، المفروض بدلق زبدة كتير بس أنا مش حابة عشان ما تبقاش تقيلة، دهنت بالفرشة كده الزبدة عشان تبقى بسيطة. وبنسويها على البوتاجاز على نار 180 في البداية، وبعد كده بنهدي عليها النار عشان نضمن انها اتحمرت من كل الجوانب، وبعد كده لو محتاجة تتقلب على الوش التاني بنقلبها، اهم حاجة تبقى متحمرة تحمير كويس، ندخلها على فرن عالي وبعد كده بنهدي عليها. بعد ما طلعت من الفرن سقيتها بالشربات زي ما انتم شايفين، وهنا هبدأ اقطعها، وليكي بقى الحرية تقطعيها بالطريقة اللي تعجبك. نجاح التقطيع واهم حاجة هتساعدني في التقطيع اني ضغطتها كويس جدا، لما نضغطها ونحط عليها حاجة تقيلة قوي هتدينا نتيجة ممتازة في التقطيع زي ما انتم شايفين. وصفة النهاردة خلصت، اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم تجربوها، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، تبعتوا الفيديو لاهلكم واصحابكم، بحبكم جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد. ربنا معاكم، سلام.